لله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. ثمانية وسبعين من أول إيه؟ 77 ولا 78؟ ويخشى يا ابني، مش هيخشى. مين اللي يخشى؟ يا ابني هات كوباية بودن عشان نعرف نمسكها بيد. اللي بتاعت ما اتكسرت. هات غيرها اتكسرت، أو برضه واحد اتكسر، لكن نجيب غيره. لا كده هتزنقني خالص. نرجع نلف حديد شويه. شيل واحد. عشان هي نقطة غير حط غيرك انت. كده كويس. هي كانت. ابن عمر عمل الضغط. نسحب دي لبره شويه. اصبر يا بني ادم انت. ما تتسرعش. الله يقعد في كل حاجة الازهر. مش هتنفع يا شيخ، شيلها. هات الثاني. عاوزين واحدة ايه يعني بين ذلك. بين. شوف كده هنا في فرق بين ذلك. هو الثاني تشال، الثاني تشال لورا؟ لا ثابتة. ايوه تجيب واحدة نصف دي. يلا تجيب كوبايات. كوبايات بايه؟ بودن. لو فيها ودنين، واحدة يمين واحدة شمال ماشي، انما كده لا، ممكن تكون سخنة او شمسكة. هذه اكواب لا تمسك انما تحمل. عجبوني بل اتكسر. خلاص لو الكاميرا اتكسرت تجيب واحده غيرها ولا ما تجيبش؟ ما تقولش الحقيقه. انا شغال في كذا مكان. لما كت يعني مش انا اللي كسرها. اللي ما اعرفش البواب قال لي انا مالهاش دخل دلوقتي. ان مين اللي قدامي انت؟ لو حد ثاني غيرك انت حظك انت اللي تحت تحتمل. عاوز خمس دقائق عشان اجي. لا مش عاوزينها دلوقتي، اقول لك فيما بعد. تاخد خمس دقائق، تاخد سنه بس تجيبها لنا في المره الثانيه. وتجيب اثنين عشان لو اتكسرت واحدة تفضل واحدة، أو تجيب ثلاثة عشان لو اتكسروا الاثنين تبقى إيه في واحدة. إيه؟ أو تجيب دست ينكسر نصها. طب يلا عشان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم. أنت فجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام سيدي أحمد الدردير، رضي الله تعالى عنه وعن العلماء الصالحين العاملين من أئمة الأزهر الشريف أحياء وأمواتا يا رب العالمين. وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه في صحيفة 77، صاد ويخشى على صاحبه. فلا بد أن نأتي بالمتن، لأن الشرح لا يمكن البدء به لأنه متعلق به بالمتن، ولا ينفع أن نقول شرح شرحه. ولا بد أن تأتي بالمشروح قبل الشرح. ويخشى على صاحبها الشك، يعني يخشى الشك على صاحبها عند عروض الشبهات ونزول الدواهي المعضلات كالقبر ونحوه، مما يفتقر فيه إلى قول ثابت بالأدلة وقوة يقين وعقد راسخ لا تزلزل لكونه نتج عن قواطع البره
شين هذا هو الشرح. نعم. الضمير في صاحبها يعود على حرفة التقليد، يعني أن التصميم على العقائد من غير تحصينها بالدلائل لا يؤمن صاحبها على تقدير صحة القول بالتقليد من زواله عند عروض أدنى شبهة، وعلى تقدير أن يقابل ذلك ويكابر نفسه بالتصميم اللساني فأنا ينفعه ذلك، والقلب الذي هو محل الإيمان مريض متحير يقول لا أدري، يعني مهما كان الزعم والمكابرة وتقول له أنت ما عندكش قوة إيمان أو إيمانك، فهو يكابر ويدعي أنه مؤمن، كما أن الجهل يكابرون ويدعون أنهم علماء. هذا كل التصميم اللساني والمكابرة هذا لا ينفع، لأن القلب اللي هو محل الإيمان مريض متحير. يعني أسأل كثير من الطلبة أقول لهم فاهمين، يصمم بلسانه أنه فاهم، والله يشهد إنه لمن الكاذبين، مش عارف، بس هو عاوز يتفادى الإحراج، عاوز يعني لا يقال له طب أعد الكلام، لا يقال له مثلا شيء، فيقول لك نخلص ويصمم ويكابر. هذا ينفع وهو متحير في نفسه ولا يقول، ويقول لا أدري ماذا يقول هذا الرجل، هل ينفع هذا؟ فلو أنت مش فاهم قول ألف مرة مش فاهم خلاص، إلا حتى تفهم أو حتى يحدث الله أمر كان مرة. والقلب الذي هو محل الإيمان مريض متحير يقول لا أدري، فيدخل في زمرة المنافقين، يعني عندما يكابر بلسانه ويصمم على غير ما في قلبه يكون أدخل نفسه في زمرة المنافقين. ليه؟ الذين تخالف ألسنتهم ألسنتهم قلوبهم، تخالف قلوبهم ألسنتهم أو تخالف ألسنتهم قلوبهم، قال تعالى في حقهم يعني في هؤلاء المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي لما مرضت قلوبهم. فإنت إذا ادعيت الفهم وأنت غير فاهم يزيدك الله عدم فهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي لما مرضت قلوبهم لم ينتفعوا بما في ألسنتهم. وهذا المريض القلب المرتاب هو من القائلين في القبر عند سؤال الملكين لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، إذ هذا حال قلبه في حياته وعند موته، واللسان في ذلك الموطن لا يترك كما في الدنيا أن يتشبع فيما ليس في القلب. يعني في الآخرة الوضع يختلف، لا يستطيع اللسان أن ينطق بغير ما في القلب، إنما في الدنيا يستطيع، يدعي ويزعم غير ما في قلبه، إنما في الآخرة لا يمكن يترجم عما في قلبه. يلا شوف قال المنشي رحمه الله قوله ويخشى أن يخاف على صاحبها أن يرتكب التقليد معطوف على قوله سابقا غير متصل في الدارين، وفي اعتبرا لأن من قوله ولا يقول لأقاعده حرفة التقليد فإنها في الآخرة غير مخلصة. قوله الشك أي مطلق التردد فيشمل الظن والوهم. قوله عند عروض الشبهات قلب الجنس
بحدود شبهة واحدة. والمراد بالشبهة هنا ما تؤثر قللا في الجزم أي الاعتقاد إلى ما اشتبه على الماضي واعتقده. يعني هو يؤكد لك أو يبين أن المراد بالشبهة ما يحدث خلل في مسألة الجزم، يعني يزعزع الإيمان، وليس الشبهة اللي هو ما اشتبه بإيه؟ بالأدلة. ما تؤثر قللا في الجزم أي الاعتقاد لا مشتبه على المعقول واعتقاده دليلا وليس بواقع دليل. قوله من نزول الدوام جمع إلهية الحمد العظيم لذكره معطوف على عروض الشبهات وأن الجنس. وقوله المعضلات بكسر الباب أي المكذبات. قوله كالقبر تمثيل المحبوب. والأصل ونزول الدوام من خلال بعض المواضع القبر. الإنسان حالوه في حال حياته كحاله في حال قبره وفي حال موته. فإذا كان مقلدا فكما يخشى عليه الشك في حال الحياة يخشى عليه الشك في حال الموت وفي القبر. لأنه هو نفسه هذا الإنسان الذي كان في الدنيا مقلدا أو كان يعتريه الشك، فعندما يموت ويكون في الحياة البرزخية نفس الوضع، وكذلك في القبر وفي حال الموت يخشى عليه الشك في هذه الأمور المعضلة والدواهي والنوازل. قوله ونحوه أي كحالة الموت والقريب منها مما قبلها. قوله مما يفتقر فيه إلى قول ثالث بالأدلة أي من الأمكنة التي تفتقر إلى آخره. وهذا بيان للنحو. ثم إن وهذا بيان للنحو اللي هو ايه عندما قال كالقبر ونحوه. نعم مش سامع بتقول ايه ايوه في يعني عند النزع عند الاحتضار يشك بمعنى يتردد او يكفر في حال الموت، يعني هو بيموت مش هو ميت، يعني أثناء الموت عند خروج روحه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، ولكن فيمكن في هذه الحالة يعتريه الشك أو التردد. ولهذا قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم إن الأولى من مفاد حالة الموت لأنها الرفض، فهي أولى بالتقديم بأن يكون نزول الدوام من بعض المواضع كحالة الموت والقبر. ويفتقر إن بني الإنسان ابقى أقول كده ويفتقر أو نقول ويفتقر، يعني نقول كده فيها فأن ينفعه الضمير في صاحبها يعود على إيه؟ على حر، يعني أن التقليد التصميم على بعض غير تحصيل لا يأمن صاحبه على تقدير صحة القول من جواله من فين يفتقر؟ مما يفتقر فيه أو مما يفتقر فيه. يعني ينفع تقول يفتقر وينفع تقول ايه ويفتقر، ينفع يبنى للفاعل او المفعول. ويفتقر ان بني للفاعل ففاعله ضمير عائد على صالح حرفه التقليد، وان بني للمفعول فالجار والمجرور بعدهما للفاعل. يعني بقول لك ان بني للفاعل فن الفاعل، وان بني للمفعول أين نائب ليه الفاعل. قوله إلى قول ثالث أي اعتقاد. قوله بالأدلة أن الجنس. قوله وقوة اليقين
أي ويكون يعني وقوة يقين يعني ويقين قوي يعني أي جزم قوي. ثم أعلم أن أصل اليقين كاف في حالة الموت والقبر. خلاص كده؟ وقوته للكمال فقط. يعني المراد بقوة اليقين في حالة القبر والموت يعني إيه؟ الأصل اليقين. أما القوة اللي هي زيادة هذه للكمال كما هناك مذهب أهل السنة في إيه؟ في أن الإيمان يزيد إيه؟ وينقص مش كده؟ وفي رأي للإيه؟ الإمام أبو حنيفة أنه لا يزيد ولا إيه؟ البعض قال هذا خلاف حقيقي والبعض قال هذا خلاف إيه؟ لفظي. والبعض قال حتى إيه؟ أصل الإيمان اللي هو التصديق يزيد وينقص. يزيد يعني بالأدلة والبراهين ووضوحها وينقص إن لم تكن البراهين كثيرة وقوية. ولذلك مثلا تجد في حديث يا ملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة. يعني هو بيتكلم هنا على أصل التصديق فيبقى معنى واحد عنده أكثر من مثقال ذرة يبقى على جميع الأقوال يبقى الإيمان يزيد وينقص حتى ولو أريد به إيه التصديق لأن التصديق والمراد هنا بالزيادة عن القوة إيمان قوي. هل إيمان أو تصديق أو يقين الأنبياء والرسل كتصديق العوام أو غيرهم؟ طبعا لا في تفاوت فالتفاوت على كل حال إيه موجود بالنسبة لإيه يعني هو بيقول هنا قوته للكمال فقط يعني عاوز أقول لك القوة في الكمال وليس في الأصل زي ما نحن نقول زيادة الإيمان يعني في الكمال وليست في الأصل لأن الأصل الذي هو التصديق لا زيادة فيه ولا نقص. إن زاد الجزم إيه معنى الزيادة؟ يعني أنا وصلت إلى حد الجزم إنه اللي أمامي ده رجل وإنسان أندونيسي وقاعد في مسجد سيدي الدردير وأنا أنظر إليه وهو ينظر إليه ولكن لا يبصرون فيبقى هنا ده إيه؟ ها؟ ده الجزم ده إيه معنى إنه يكون في جزم زيادة؟ أنا هشوفه رجل اثنين خلاص وصلنا التصديق والجزم لا يقبل الزيادة لأنه مش ملاش معنى وإن نقص يذهب كله. يا لو أنا مصدق أنه ده راجل 99% مش ما لازم يكون الجزم 100% ما فيهوش 1% شك أو أقل منه. يبقى لو نقص الإيمان ولو نقص الجزم يعني لو التصديق ولو ذرة يصير ايه ليس جزما لا يكون جزما ولو زاد فلا معنى للايه للزياده. ولذلك قال الشيخ اللقاني قال ورجحت زياده الايمان لكن ليس في التصديق وليس في الاصل ولكن بما تزيد طاعه الانسان يعني بالاعمال تزيد وتنقص ونقصه بنقصها يعني نقص الإيمان مش بنقص التصديق وإنما بنقص الطاعات أو ونقصه بنقصها. وقيل لا يعني لا ما في زيادة مش ده أبو حنيفة وقيل لا خلف يعني ما فيش خلاف حقيقي وإنما هو خلاف إيه لفظ. يبقى لما قال هنا الشيخ بيقول إيه بيقول فين العبارة اللي قالها لا العدد فين بيقول وقوته مش في الأصل. الأصل قلنا وقوته للكمال فقط يعني عاوز أقول وقوة يقين طب يعني في يقين ناقص هو أصلا لو ناقص يبقى إيه
أو ضعيف ما يبقاش يقين، فيبقى نصرف كلمة القوة للكمال، لأنه كلنا عندنا يقين، لكن يقيني أنا ضعيف مثلا، مش قوي زي يقين سيدنا أبو بكر داودنا إيمانه، يعني يقينه اللي في قلبه بإيمان أحد الأمة جميعا لرجح نبي إيمان أبو بكر، مش هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو علم مجيئه به من الدين بالضرورة، وأنا كذلك مصدق وتصديقي جازم وتصديقه هو جازم، فوجب أن يكون تصديقي زي تصديقه. إيه الفرق؟ لأنه قلنا لو كان أنا بصدق 90% هو 100% 90% بتعتمد لا تعتبر ملهاش قيمة، لأنه إذا لم يصل في الإيمان إلى الجزم فلا معنى للتصديق. يعني أنا مصدق بأنه ربنا موجود بنسبة 99%، واحد بس محتمل يكون مش موجود، ده مش إيمان، إيمان لازم يكون 100%. أفق مصدق أنه ربنا موجود بنسبة 120%، إيه العشرين دي اللي يعني حيبقى وجود مثلا وجودين، يعني ما فائدة الزيادة على الجزم مصدق بنسبة 200%؟ ما خلاص ما وصلنا للنهاية، أقول لك امتلأ الكوب للنهاية، تقول لي لا املاء تاني، فمحب رفضه ولوش معنى. يبقى إذا تصرف كلمة القوة مش للأصل، إنه الأصل واحد عند الكل اللي هو التصديق، وإنما إلى إيه؟ إلى الكمال، إلى الكمال فقط. فلو حذف لفظ قوة لكان أحسن، يعني لو قال إيه؟ أيوة يا شيخ محمد، لو قال إيه؟ يقول إلى قول ثابت بالأدلة ويقين، يعني في دليل وفي يقين، ما فيش داعي لكلمة قوة يقين، لأنه حيفهم منها أنه لو ما فيش لو في يقين من غير قوة، احنا قلنا لا اليقين وحده كافي. طب والقوة تنصرف إلى الكمال، واضح؟ وكذلك مسألة زيادة الإيمان تنصرف إلى كماله لا إلى أصله. وذلك لما تسمع في التلفزيون الجماعة تجد في القنوات الفضائية يقول لك الإيمان قول باللسان كده، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، ده تعريف الخارج. الإيمان هو التصديق القلبي. سمعت واحد فيهم قال التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به من الدين بالضرورة، هو ده تعريف الإيمان؟ هل قاله فيهم أحد؟ ولذلك العمل عند أهل السنة ليس شرط في الإيمان وليس جزء من الإيمان، لأن الله تعالى وصف عباده بالإيمان قبل العمل، قبل ما يطلبهم منه أي قال يا أيها الذين آمنوا ونحب الكتب عليكم الصيام. فلو كان لا يتم أو لا يكون الإيمان إلا بالصيام والصلاة ما كانش وصفنا بالإيمان إلا بعد إيه، لما وصفوا قبل إيه التكليف. وكذلك في إيه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا، فغاير بين العمل وبين الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة. يبقى معنى كده إيه العمل ده يعمل إيه فايدة؟ العمل ينفع في كمال الإيمان، لكن لو ما فيش عمل خالص الإيمان موجود، وإلا لو دخلنا العمل في الإيمان جماعة كده إذا فقد العمل أو ارتكبت المعاصي ما فيش طاعات أو تركت الصلاة مثلا أو الزكاة، يبقى معنى كده إحنا إيه لا نحكم بإيمانه لأنه ما فيش عمل. وحنرجع لكلام الخوارج، والخوارج قالوا ترك الأعمال كبيرة، وعندهم الكبيرة دي مكفرة. ليه؟ لأنه أصل الإيمان ما ينفعش إلا مع العمل ومع النطق اللساني، وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف، فقيل إيه شرط وقيل بل شطر، لكن على أي حال لا هو شرط ولا هو شرط، وإنما هو إيه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط. النطق بالشهادتين عشان أنا أزوجك، عشان أصلي وراك، عشان مثلا يعني إذا لقيت أقول لك السلام عليكم، عشان أجري عليك التناكح بين المسلمين والتوارث، عاملك معاملة مسلم
هتقول لي ده انا مؤمن بقلب. طب وانا ايش عرفني؟ لازم اكون معايا ايه؟ انا ما بكشفش على اللي في القلوب، انا عاوز اسمع منك الشهادتين. فاذا امتنع لا احكم فيه، ملناش دخل في الاخر، ربنا يوديه حداه، احنا من الشأن. المهم احنا بنتكلم على اجراء الاحكام الدنيويه، فالعمل مش جزء من الايمان خلاص كده، انما هو ايه في الكمال، يعني الايمان لا يكون كاملا. تمام كده. ورجحت زياده الايمان، يعني هو المذهب الراجح، بما تزيد طاعه الانسان. طب وينقص بنفسها؟ اذا فالامر مصروف لا الى اصل الايمان، وانما الى ايه كمال. فالناس يتفاوتون في الكمال، انما في الاصل لو التصديق ما فيهوش تفاوت. وضعت كده. الخوارج بيجعلوا الكبيرة ترك الأعمال كبيرة، والكبيرة مكفرة، والذنوب المصيبة الكبيرة هو عندهم إنه الذنوب كلها كبائر، ما فيش عندهم حاجة اسمه صغائر، ملف الصغائر ده مش موجود، كله كبائر. يعني ثبت الدين زي كفرت زي صليت زي حلقت، كله عنده كبائر. العالم كله كله إيه كبائر. لكن المعتزلة مذهبهم ايه اخبث واوقح، يقول لك ايه مرتكب الكبيرة ده لا مؤمن ولا كافر. ليه مش مؤمن؟ يقول لك اصله مش مؤمن عشان العمل ده جزء من الايمان، فهم متفقون مع الخارج ان العمل جزء، وما فيش العمل يبقى مش مؤمن. طب ومش كافر ليه؟ يقول لك عشان وجود التصديق، ما هو مصدق كيف اكفره؟ يعني لا هينفع تخليه مؤمن ولا ينفع تخليه كافر. قال له بقى اعمل له ايه؟ طب نحلها كيف المشكله دي؟ ده امراه سمعت عمرو بن عبيد بيقرر المنزله بين المنزلتين، يعني لا في لا مؤمن ولا كافر. فقالت له ان الله تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يذكر المنزله بين المنزلتين. فسمعها سفيان فقال عليكم بدين العجائب. قال له يا اخي انت بتقول الناس ثلاثه، القران ذكر اثنين ونسي واحد بناء على اعتقاد ربنا، قال منكم كافر ومنكم مؤمن. فين اللي هو لا مؤمن ولا كافر؟ ما هو ذكر ربنا خلق، وكان قال خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم ما ليس بمؤمن ولا كافر. والا في الصنف الثالث ده ربنا ما خلقوش، يبقى انتوا اللي خلقتوه وتخلقون ايه افكا. هم يقولوا خلق الافعال. يبقى اذا مذهب المعتزله مع الخارج متفقين في ايه؟ في انه الاعمال جزء من الايمان خلاص كده. بس ترك الاعمال عندهم يخرجك من الايمان وما يدخلكش في الكفر، انما عند الخوارج يخرجك من الايمان ويدخلك في الكفر. ها المرجع ده لما قالوا لا تضر، ما الارجاع على نوعين، في ارجاع محمود يعني ما نحكمش عليه، امره مفوض الى ربه، يعني احنا ما حكمناش بحاجه، ومن لم يتم ومن ايه ومن يمت ومن يتم فامره الارجاع ده كده ده بتاع اهل السنه. انما اللي قالوا المرجع اللي قالوا ايه، وابو حنيفه كان ينسب الى انه من المرجئه بس بالمعنى اللي هو ارجاء اهل السنه، انما الارجاء اللي هم قالوا ايه لا تنفع مع لا تضر، قالوا لا تضر مع الايمان معصيه كما لا تنفع مع الكفر طاعه. يعني معناها ده الارجاء ده هو البدع هو الضلال. قال لك ما والله طالما انت مؤمن ما تخافش، اعمل انت عاوزه، اشرب اسكر بيعمل، لا تضر مع الايمان معصيه. هل تنفع مع الكفر طاعه؟ شوف القياس ده بتاع ابليس، ما هو ما فيش حاجه هتنفع مع الكفر، يبقى ما فيش حاجه هتضر مع الايمان. يبقى كده ما فيش داعي للوعيد وللمرجع. طيب مرجع لو اوردوا علينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان هدى وسبعون شعبة ورواية نعم حديث سيدنا جبريل وعقب بعده ابن عمر في صحيح البخاري، وسمى ذلك كله من الايمان. ما هو قلنا منصرف الى الكمال الى الزياده. ما الايمان في جانب، يعني مثلا الاصل
لو ما ينفعش الإيمان زي مثلا درجة النجاح في الكلية 50 مثلا مش كده اللي يقل عنها ها يبقى مش ناجح راسب. طب الناجح من 51 ل 99 التفاوت فين؟ كله ناجح من 50 ناجح ل 100 ناجح، بس التفاوت ده فين؟ في الزيادة. النسبة الأولى متحقق عند الكل اللي هم 50% متحقق عند كل مؤمن، لأنه لو نقص عنها أصلا مش هيوصل بالإيمان. يعني التسمية مش راجعة إلى أصل الإيمان، راجعة إلى كمال الإيمان. ده اللي في الحديث يعني الإيمان بضع، يعني كمال الإيمان بضع وسبعين. لأنه لو يا أخي اسكت عشان نعرف نتكلم عن المعروف عشان بتنسيني زي ما كنت عارف أقول إيه. ترى الشيخ اسمع عشان تستفيد. كنا بنقول الإيمان بضع وسبعين وبضع وسبعين. يا أخي ما قلنا ده أنت أضل من لا يزن الزان حناد وموم أصل الإيمان. أنا جبت سيرة الزينان ده إيه ده أنا كنت حضور قلت لأن الإيمان إيه ضب قبل عشان التفاوت في كمال الإيمان. أنت ما ذكرت المثال كلهم من درجة 50% من 51% كلهم مؤمنين لكنهم قلنا التصديق التصديق ده الاصل ده خلاص. التفاوت في الكمال يعني الايمان له اصل، لو نقص خلاص طلع من بره الايمان. انما بعد كده كل مؤمن في تفاوت بينه وبين التاني بزياده الاعمال والحسنات والقربات والطاعات. يعني هرجع صليت الصبح بجماعه والظهر بجماعه والعصر بجماعه زاد إيمان، واستغفرت 100 مرة وزرت سيدنا الشيخ التردير ودعيت على إسرائيل وتصدقت، يبقى إيمانك إيه؟ زاد. بكرة قعدت نايم للعصر خلاص كله عدات شغال وانت نايم بينقص. صحيت سبت المغرب والعشاء رحت السيمة كله ده بيعمل إيه؟ بيجيبك للصفر خلاص كده. فالزيادة والنقصان في ايه؟ في ما يكمل به الإيمان وليس في أصله. يبقى الأحاديث اللي فيها الأعمال كلها دي منصرفة إلى الكمال. نعم. طب لو قالوا طب أنتم بذلك تجعلون القول في ناحية والإحقاد في ناحية والعمل في ناحية، فما قيمة والغرض والغاية من الاعتقاد إذا لم يتبعه عمل؟ هو مهضر أم ذو قيمة عندك؟ احنا قلنا لا يكمل الإيمان إلا بالأعمال، والأعمال اللي فيها تفاوت طبعا كله حيدخل الجنة إن شاء الله طالما فيه التصديق. لكن الجنة دي درجات ولا مش درجات؟ حيطلب كده حوش واللي يقعد واللي يلحق يجري ولا نظام وترتيب؟ الدرجات دي في الجنة ها بالأعمال، يبقى في قيمة للعمل ولا مفيش؟ ثانيا في وعيد على ترك العمل انه حيدخل النار بس مش حيخلد زي الكافر. كيف احنا جعلنا ده في وادي ده؟ بل بالعكس كل ما يكون التصديق قوي كل ما يكون دافع ليه؟ للعمل وللطاعة، وكل ما يخليك تخاف من المعصية. ففي ترابط وفي تلازم، بس كل ما في الامر ممكن يوجد الايمان من غير العمل ولا لا؟ هذا اللي بنساه. فالإيمان يتحقق من غير العمل. واحد قتل في غزوة أحد لما دخل كان أشهد أن لا إله إلا الله وما لحقش حتى يتوضأ. دخل قال أخذ كده إيه جولة مع الأعداء كده أدلهم كده يعني أصيرمة بن عبد الأشهد، فسقط في المعركة قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل من أهل الجنة ولم يسجد لله سجدة، لا زكى ولا راح حج ولا عمره ولا حاجة ولا ركعة واحدة. يبقى هنا دخل، لو كان العمل جزء من الإيمان كان ده يمكن يكون من أهل الجنة؟ ده لا يمكن، لا يمكن. لكن إذا وجد التصديق يبقى الأعمال دي شرط في كمال الإيمان، بمعنى أنها إذا وجدت يبقى حياخد درجات في الجنة أعلى ومش حيدخل النار ابتداء، وإن دخل مش حيخلد إيه فيها. العمل عند أهل السنة وعند المرجئة إن عندنا شرط كمال إنك لا يؤثر في زيادة ونقصان.
لا احنا عندنا شرط كمال، احنا ما قلناش شرط صحة، يعني ما ينفعش شرط صحة، لأن القول بأنه شرط صحة والقول بأنه جزء هما متفقان في النتيجة، نتيجتهم واحدة. إنما احنا قلنا النطق ده بالذات شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، يعني عشان أنا أزوجك وأطلق منك وأصلي وراك وعينك في الأوقاف لازم تنطق بالشهادتين. وراء واحد من مشايخنا أخبرنا قالوا لقوا في اسكندرية معينين واحد مؤذن مسيحي دفع رشوة 4000 فطلع له قرار تعيين من غير ما يبص في اسمه اللي بيرتشي ده أعمى مش هيبص، طلع القرار امضي الوزير امضي شو، وفي الآخر لقوا فاكر رجل نفسه هيدخل المسجد إمام، قال لا ده هيتعين في مطحن في مصنع، فوجئ بالقرار جاي في الجامعة ومؤذن. فراخد دخل ده فصل في المحكمة وكان فيها شغلانة وكان ده هيعمل ايه لما يدخل يؤذن يقول ايه، زي اللي كان راحوا وجابوا واحد صوته حلو عشان يؤذن ما لقوش واحد مسلم فجابوا واحد يهودي، فهو في الأذان قال أشهد أن لا إله إلا الله ماشي، بيقول كيف أشهد أن محمد يكفر عشان الفلوس، فراح قال أشهد أن أهل حمص يشهدون أن محمد فكان ممكن المؤذن ده من نفس ده يشتغل في الوظيفة عادة ويجي لما تقام الصلاة في الحمامات حاجة غريبة. وصلت أنه يتعين واحد مسيحي مؤذن. طيب يا دكتور المرجئة محقون في الجزئية الثانية من قوله لا ينفع مع الكفر فقط، ده ما ينفعش ويمكن يبقى محقين برضو في قوله لا تضر مع الإيمان معصية بس يحمل الضرر على الخلود. صح. وبعدين أصل شوف خد بالك لو واحد ما عملش أي عمل، ده احنا بنعتقد اعتقادنا في أهل السنة بلاش مرجع أنه إيه أمره مفوض إلى ربه إن شاء، والله تعالى قال كده إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أنت هتقول لا يا رب ما تغفرلوش، لا بيراك هيغفر له وحيدخلك أنت النار. من ذا الذي يتألى على الله؟ ما له الملك وحده يتصرف في ملكه كيف يشاء، لو حتى ودى العالم كله الجنة أنت مالك؟ أنت هتزعل ليه؟ هتصرف عليهم أنت؟ أنت إيه اللي هيضايقك في المسألة؟ اسأل ربنا الرحمة والمغفرة أن ربنا ينجيك، مش تعترض ده يدخل وده ما يدخلش، أنت مالك؟ وذلك لو كانت مفاتيح الجنة بيد هؤلاء لجعلوا اللحية شرط أساس بص كده والقميص القصير أي واحد ما عاوز سواك وراه وحيعقدوها تعقيد طبعا وينال المنزل على كده. اه سبحان الله. يلا يا شيخ محمد ثم اعلم ان اصل اليتيم كافر في حاله الموت والقبر، ثم اعلى صوتك عشان مش عارف واحد مش بيسمع ليه الايام، ثم اعلم ان اصل اليتيم يقين كافر في حاله يعني عاوز اقول لك ايه الكمال ده، بس احنا ده كده الواحد يروح في داهيه في القبر والسؤال وكده، قال لك اصل اليقين كاف في حاله الموت والقبر يكفيك يعني الاصل، انما لو ما فيش الاصل ما وقوته للكمال فقط، فلو حذف لفظ قوة لكان أحسن. قوله عقل. قوله عقل. أي يعني طالب راسخ أي ثابت، وهذا هو يقين معقوف عليه طيب بقوة فهو عقل عالي. يعني كلمة هو قال إيه؟ مما يفتقر فيه إلى قول ثابت، مش كده؟ بالأدلة وقوة يقين وعقل راسخ. لما هو العقد الراسخ ده مش حياتي الا عن ايه؟ عن يقين، فقال لك ده عطف عام يعني على خاص يعني من باب التاكيد. قوله لا يتزلل وصف كاشف من قبل عقد يقين راسخ، ايه فائده كلمه لا يتزلزل؟ قال لك بيفسرها يعني وصف كاشف، لان الراسخ
زي حكاية الجبل، يقول لك الجبل ده راسخ، لو جاء زلزال تتزلزل انت هو راسخ ما يتحركش، ولو اهتز او اضطرب يبقى ما فيش ايه، ما فيش رسوخ. فعشان كده قال لك كلمة لا يتزلزل كأنه بيشرح لك كلمة راسخ، يعني لماذا لا يتزلزل؟ لأنه راسخ. ولماذا هو راسخ؟ لأنه لا يتزلزل. يبقى اسمه ده ايه، وصف ايه، كاشف، يعني ما جابش حاجة لكونه نتج عن قواطع البراهين، يعني عن البراهين القطعية والبرهان، عشان تبقى عارف البرهان غير الدليل، البرهان لا يكون إلا قطعي. لما قال فألقى عصاه فإذا إيه الآية بتاعته، فأخي الثاني اللي بتاع أخ يده فإذا هي بيضاء، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غيره. وبعدين قال هذان برهانان، هذان هذا برهان. يلا بعد الصلاة البرهان والدليل. الله أكبر. قلنا البرهان ده اللي هو ايه، القطعي، القطعي. ما الدليل؟ ممكن يكون قطع وممكن يكون وهذا. والبعض قال الدليل والبرهان مترادفان، والبعض قال انه الدليل ممكن يكون مفرد وممكن يكون مركب، والبرهان لا يكون الا مركبا من مقدمات باليقين تقترب. فين يا شيخ محمد؟ في صفحة كام؟ 78 في الحاشية. قوله لا يتزلزل وصف كاشف، يعني لأنه أمر يقيني راسخ فهو لا يتزلزل، يعني لا يقبل له الزعزعة ومستقر وثابت. قوله لكونه، يعني بيعلل أنه عقد راسخ لا يتزلزل. لماذا لا يتزلزل؟ لكونه نتج عن قواطع البراهين، يعني عن البراهين القطعية. قوله لكونه نتج أي نشأ عدة من قوله عن قواطع البراهين أي براهين قاطعة وإسناد القطع إلى البراهين ده مجاز، لأن البراهين لا تقطع، وإنما القاطع صاحب البرهان، يعني القطع صفة لصاحب البرهان، فأسند إلى البرهان مجازا. يعني لما قال إيه البراهين بالألف واللام هنا، ليست هنا جمع، إنما أل للجنس، يعني جنس ما يقال إنه برهان ولو كان واحدا، لأن الجنس ينظر فيه إلى إيه؟ الجنس لا ينظر فيه إلى الأفراد، يعني بغض النظر عن الإيه؟ عن الأفراد. عندما يقول براهين يعني سواء كان متعددا أو كان واحدا بغض النظر عن الإيه؟ عن الأفراد. عشان كده قال أل إيه؟ للجنس. قال أل الجنسية ينظر فيها للجنس بغض النظر عن الأفراد. خلاص كده، زي الرجل خير من المرأة، لا ننظر إلى الأفراد، لربما يكون في أفراد المرأة من هو خير من 100,000 رجل، إنما الرجل كده بصرف النظر عن أفراده. هنا تسمى الايه جنسية. اما التي تصلح بدلا من كل او يجوز الاستثناء بعدها فهي تسمى الاستغراقية. وفي بعد كده ايه العهدية، والعهد اما يكون ذهني واما يكون ذكري. واضح؟ نعم. اللهم صل على ماشي. خلي الامثلة ليك. قوله يعود على حقة التقليد، قول الشافعي الضمير في صحيحها يعود على حقة التقليد أي على أن إضافة حرفة بيانية يعني
إضافة حرفة إلى التقليد بيانية، يعني التقليد اللي هو حرفة خلاص إضافتها بيانية. فاكر زمان احنا اتكلمنا في حاجة اسمها ايه؟ الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان. البعض قال إنهما واحد، الإضافة البيانية والتي للبيان، والبعض فرق بينهما، قال الإضافة اللي هي التي للبيان بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص مطلق، والبيانية عموم وخصوص وجه. فاكرين ولا نسيت؟ طبعا قطع النسيت. ثبات المثال. شجر أراك، شجر أراك، بيانية ولا للبيان؟ على حسب التفريق. هذيك طولت. ما حضرش الموضوع بحديث عهد بالإسلام. أما هي موجودة يعني في الباجور تقريبا وفي الحواشي. يلا يا شباب. قوله يعود على حفة التقليد أي على أن إضافة حفة بيانية، أما على أنها من إضافة المشبه فهو عائد على التقليد. يعني إضافة المشبه به للإيه؟ لإيه؟ ما دامت فيه مشبه، يا أخي نتكلم شعوب، إضافة المشبه به لإيه؟ المشبه. إيه ده صعبة؟ ما دامت فيه مشبه به يبقى أضاف المشبه به للمشبه. ده فين المشبه به وفين المشبه؟ المشبه به الحرفة والمشبه هو التقليد، يعني شبه التقليد بأنه حرفة، ولذلك زي كأنه بيدل على الخسة كده، حرفة، يقول لك أصحاب الحرف يعني محترف يعني. غير الصناعة؟ ما هي الصناعة والحرف ما هي نفس كده، بس يقول لك لا حرف، مش في حتة اسمها الحرفيين؟ اسأل عند على الحكم، قول لهم ايه معنى حرفة التقليد؟ هيضحكوا عليك. أما على أنها من إضافة المشبه به فهو عائد على التقليد. يبقى من إضافة المشبه به إلى المشبه يبقى عائد على إيه؟ على التقليد وتأنيث الضمير العائد عليه لاكتسابه التأنيث من المضاف. شوف الحاجات الفرق. لما هو عائد على التقليد، التقليد مذكر ها؟ ولا إيه؟ ولا مؤنث، مذكر. أما اللي قال فإنها بالتأنيث، قال لك أصله هو إيه اللي حصل هنا؟ تأنيث الضمير العائد، ما هو طالما عائد على التقليد يبقى يجب تذكير الضمير. يعني المفروض يقول إيه يا شيخ محمد؟ يقول إيه؟ هات المثل. ويخشى على صاحبها، المفروض يقول على إيه؟ على صاحبه. أو مثلا لما قال إيه؟ في حرفة التقليد فإنها في الآخرة غير إيه؟ غير منجية، مش كده؟ يمكن يكون بيقصد فإنها، بس فإنها يبقى الحرفة. إنما هنا لما قال إن الضمير يعود على التقليد يبقى المفروض يقول إيه؟ فإنه. طب لماذا النفس؟ بيقول لك إيه؟ تأنيث الضمير العائد عليه لاكتسابه التأنيث من المضاف، لأنه الحرفة أضيفت إلى التقليد والتقليد مذكر والحرفة مؤنثة، فلما عاد الضمير على المذكر اكتسب التأنيث من المضاف لا من المضاف إليه لأنه مذكر. يعني مثلا في قوله تعالى في آخر سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا، يقول انفضوا إليه اللهو، لهوا ما هو مذكر، قال إليها عشان تعطف على المؤنث فاكتسب من عطفه على المؤنث اكتسب التأنيث، ولما أضيف المؤنث إليه اكتسب التأنيث، إما من العطف إما من الإيه؟ من الإضافة. واللي جاور المؤنث يؤنث، واللي جاور السعيد يسعد. طيب القاعدة اللي بتقول إن الضمير يعود على أكثر مفعول دي يعني إيه؟
ما هو أقرب مذكور ما هو المضاف المضاف إليه زي حاجة واحدة بس في واحد يعني يكتسب منه خلاص يعني ما دام أضافنا شيء اكتسب من المضاف يلا قوله لا يمن صاحبها أي العقائد والأولى صاحبه كما لبعض المسلم لأنه إذا كان التقليد أو التصميم يبقى صاحبه لأنه محدد عنه قوله زواله أي التصميم قوله أدنى شبهة أي مقتضية ما هو بيقول لك هنا إيه يعني أن التصميم على العقائد من غير تحصينها بالدلائل لا يأمن صاحبها المفروض يقول صاحبه ما هو الكلام على مين ها على التصميم خلاص كده لا يأمن صاحبه يبقى هو إذن أنف عشان أراد إيه أراد العقائد يعني على أن التصميم على العقائد أشوف كده من غير تحصينها بالدلائل لا يأمن صاحبها أي صاحب العقائد وإن ذكر يبقى لا يأمن صاحبه أي صاحب التصميم لكن التصميم على إيه على العقائد فقال فإيه فقال صاحبها ولم يقل صاحبه ولو قال صاحبه لجاز لأن المراد هو التصميم ولكن التصميم مش تصميم على الفاضي تصميم على إيه على العقائد أو دواني قال لا يصاحبها على تقدير صحة دواني أي تصميم قوله أن شبهة والأحسن والأحسن يكون العودة على التصميم لأن الذي يزول مش العقائد وإنما الذي يزول هو التصميم قوله أدنى شبهة بيقول لا يأمن صاحبها على تقدير صحة القول بالتقليد من زواله من زواله يعني من زوال التصميم عند عروض أدنى شبهة أدنى يعني أقل أدنى شبهة مقتضية للتزلزل أما التي لا تقتضيه فصاحبها آمن عند عروضها يعني كلمة أدنى شبهة مش على إطلاقها يعني أقول أدنى شبهة تقتضي التزلزل فإذا لم تكن تقتضيه فإذا صاحبها آمن عند إيه؟ عند عروضها قوله على تقدير قوله على تقدير أن يقابل ذلك إلى آخره مرتب على المحفوظ والأصل لا يأمن صاحبها على تقدير صحة القول بالتقليد من زواله فالزوال مترقب فالزوال مترقب يعني محتمل يعني مش مترقب يعني الزوال مترقب يحصل في أي لحظة فإذا حصل كان كافرا يعني إذا إيه إذا حصل الزوال وعلى تقدير وعلى تقدير صحة القول مش كده وعلى لا على تقدير الثانية وعلى تقدير أن يقابل ذلك ويكابر نفسه بالتصميم اللساني يعني يقابل الزوال اللي عرض لي ما يعترفش يدعي بلساني انه هو صامد وانه ثابت وده مش هينفع وده مكابرة انه في الحقيقة هو في قلبه متحير وشاك ومتزلزل وان ادعى بلسانه انه هو ثابت فده مش هينفع بشيء مجرد ايه معاندة ومكابرة يلا يا شيخ محمد وقوله أن يقابل ذلك أي أدنى من الشبه العارض له قوله على تقدير مرتب على محذوف والأصل لا يأمن صاحبها على تقدير صحة القول بالتقليد من حتى لو كان صحيح لما هي حينفعنا الصحة مع زواله ما هو راح فالزوال مترقب فإذا حصل أي الزوال كان كافرا
وعلى تقدير إلى آخره، يعني وعلى تقدير أن يقابل ذلك ويكابر بالتصميم بإيه اللساني. وقوله أن يقابل ذلك أي الأدنى من الشبه العارض له، يعني يقابل الشبه اللي حتعرض له، عملت له إيه؟ قلبت كيانه، خلت قلبه مش ثابت، راح منه إيه التصميم، لكنه في الظاهر يقول لك لا أنا مؤمن، أنا مستيقن، أنا ثابت، أنا زي الجبل، أنا الشبهة دي كلها ولا يهمني ولا 50,000. لكن يجي واحده مسكين يبكي يقول لك فين، يعني هو بيعمل ده إيه معاندة، يعني يقابل ذلك، يعني الشبهة اللي حتعرض له وحصل بها الزلزلة الداخلية، ولكنه مع ذلك مسكين مش راضي يعترف، زي واحد كشفوا عليه ولقوا عنده والعياذ بالله سرطان يقول لك لا أنا ما عنديش حاجة، أنا سليم 100%، شايفين أنا اشتكيت من حاجة، ده التقارير الطبية والتحاليل وكذا، يقول لك يا عم كله كلام فاضي، ما حنثبته كيف؟ يبقى هل ينفع طلعت نتيجة التحليل كذا، في فيروس في كذا، يقول لك لا ما عنديش. هل المكابرة دي باللسان حتنفعه؟ واحد عندنا راح يحلل السكر فقال له السكر المهمي، قال كذابين أنا ما عنديش حاجة، خلاص انتحر لحد ما يحصل ايه الخطر والعياذ بالله. فالمكابرة مش هتنفع، واحد طلع راس يقول لك لا انا ناجح ويكابر ويحلف بالله انا حليت، هل تنفع هذه المكابرة والمعاندة؟ لا. قوله ويكابر نفسه عطف تفسير، والمكابرة ان يظهر الشخص خلاف ما في ذهنه وعارف الحقيقة بس بيكابر. قوله بالتصميم اللساني، عبر بالتصميم نظرا للحالة التي كان عليها أولا، عشان كان الأول مصمم به بقلبه، وإلا فالآن لا تصميم عنده، وذاك سماه التصميم اللساني، لكنه أطلقه على النطق اللساني تجوزا، لأن التصميم أصلا ما يكونش في اللسان، يكون فين؟ في الاعتقاد. إيه الصمم؟ فأطلقه على اللسان تجوزا، يعني مجاز. قوله إيه؟ فأنا ينفعه، يعني كيف ينفعه؟ أي لا ينفعه، زي يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى، لا ذكرى، لا تنفعه الذكرى. يبقى فأنا ده إيه؟ نفي، يعني أنا مش استفهام، نفي، يعني لا ينفعه ما ذكر أو ما ذكر من المكابرة والمقابلة. والقلب يعني أن ينفعه التصميم اللساني والقلب الذي هو محل الإيمان مريض، يبقى ده حالة، يعني حالة، يعني أن ينفعه التصميم اللساني حالة كونه مريضا، مش كده؟ يلا يا اخي. يعني عبر او سمى التردد اللي في القلب مرض، ما في امراض قلبيه زي ما في امراض نفسيه وفي امراض عقليه وفي امراض جسديه. فايه امراض القلب؟ الحسد، الكبر، التردد، المكابر، العناد، كل هذه ايه؟ أمراض قلبية. طبيعي الأمراض النفسية عارفين طبعا، الاكتئاب مرض نفسي، والأمراض العقلية عدم الفهم، ومرض عقلي، تفتكر المرض العقلي المجنون، عدم الفهم ده مرض عقلي، وإلا لو كان العقل صحيح تفهم. والأمراض الجسدية حدث عنها ولا حرج. يبقى هنا أطلق على التردد أنه مرض، لأنه مرض قلبي. وقوله متحير تفسير له، قوله يقول، يعني التردد، يعني بيفسروا لك التردد ده هو التحير، التردد هو إيه؟ هو التحير. ثم اللي ابن الفرد قال زدني بفرط الحب فيك تحيرا، يعني بيسأل انه يكون مريض، يعني لماذا طلب التحير؟ اندهاش في قدرات
لأن لازم التحير جولان أعمال العقل في هذا الشيء حتى يدرك كنوزه وأسراره. ماشي حلو. لا يلا صرفت خلاص سياسة. قوله يقول أي قولا طبيا وإن كان لسانه مصمما. يعني والقلب الذي هو يقول يعني القلب يقول كلام في نفسه يعني لأنه ما ينفعش يقول بلسانه لأنه اللسان بيقول فكده يقول يعني يقول في نفسه أو في قلبه زي قوله تعالى ويقولون في أنفسه يقول أي قولا قلبيا وإن كان لسانه مصمما قوله فيدخل يعني لما يكون بيقول بلسانه غير اللي في قلبه فده منافق ولذلك قال فيدخل فيه في زمرة المنافقين من المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. شوف ما قالش فأولئك من المؤمنين قال فأولئك مع درجة أقل يعني دول مهما كان المنافق حتى بعد توبته بعد ما يبقى مخلص ما يبقاش زي المؤمن اللي من البداية لأنه خلاص حصل اتعملت عملية شالت المرارة شالت البحر لكن يبقى كده مش زي الأولاني اللي هو النظيف اللي طالع سليم. فأولئك مع المؤمنين هم المنافقين بعد توبتهم وبعد إخلاصهم إنما قبل كده مش مع المؤمنين هم مع مين؟ مع الكافرين. إذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم هناك كانوا مع الكافرين بعد التوبة بعد الإخلاص بيجوا مع المؤمنين مش منهم يعني زي واحد معاي بس مش منين يعني مش من المؤمنين الخلص اللي هم لم يشابوا أو ليس في نفوسهم أي شيء من النفاق يعني في مؤمن كده من بدايته خالص. يلا يا شيخ محمد قولنا يقول أي قوله لا أدري لغات المنافقين يعني أهو لما يقول إيه يعني اللسان بيقول لا أدري القلب واللسان بيقول إنه هو مؤمن يبقى إيه ده نفاق. أيوة يا شيخ مع الكافرين تقول ليس هم من الكافرين ولا هم ما دامت معاهم يبقى كافر بس مش زي الكافر اللي هو يعني أصلي ده كافر درجة ثانية يعني مش في الـ في الـ في التمام يعني. فيدخل أي قوله لا أدري بلغات المنافقين أي من حيث إن لسانه مصمم وقلبه كافر. من حيث إن لسانه مصمم وقلبه عشان ده جملة حالية مش وقلبه مش معطوف وقلبه متردد متردد مثلهم يعني مثل مين مثل المنافقين لأن قلوبهم فيها إيه فيها تردد ما هو المرض هو اللي فيها هو التردد قوله مرض شك نفاق يبقى النفاق مرض قلبي والتردد والشك والظن السوء مرض قلبي كثيرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا أي شكا ونفاقا. طب كيف ربنا سبحانه وتعالى لما يبقى في قلوبهم مرض المفروض ايه يشفيهم من المرض ده في حد مريض وتزوده مصيبة على اللي هو فيه طب يزودهم ليه؟ قال لك خد بالك مش الزيادة دي ده الزيادة دي جزاء عقوبة لهم هو أصلا مصر على النفاق. طب ايه رأيك انا هخليك توصل لأعلى حاجة فيه عشان يبقى عذابك فأنا كده بعاقبه ده جزاء على نفاقه كما في ايه هات لي كده الشاهد نجعلنا لمن يكفر لا يا أخي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض فزادهم الله مرضا الشاهد قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا انت في نفاق وشك انا حمد لك زيادة
لحد ما غرقك. ما دمت انت عاوز كده. فليس هذا ظلم كما يقول المغفلين او العلمانيين او حتى السلفيين. يقول لك ما دمت ربنا اللي زادهم مرض اللي هم هيعملوا ايه يا ابني؟ ما زادهم مرض ليه؟ ها؟ بسبب ايه؟ اصرارهم او نفاقهم. فدع عقوبة لهم. شوف كده؟ دع عقوبة لهم. يا خلاص. فزادهم الله مرض. زي قوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. زي كده. زادتهم رجسا برضو ماشي الى رجسهم. يبقى هذا ايه اسمه ايه؟ جزاء على السيئة. وجزاء سيئة سيئة. حتى لو هم ردوا لعالي. نعم. حتى لو ربنا هدام وادخلهم الجنة هيردوا للتلال مرضهم قرار ذلك. نعم. بس لو راحوا الجنة خلاص مش هطلعوا تاني. يمكن يغوا. لا في الجنة ما فيهاش إغواء يا منى. وانت قاعد فين؟ في الشارع. فاكر الجنة دي يعني مثلا يعني وزارة الأوقاف تبقوا فيها؟ يلا. قوله أيامنا نبضت قلوبهم لم ينتفعوا مراده بذلك أن قوله لما أي قوله أي لما إيه؟ لما مرضت قلوبهم لم ينتفعوا. مراده بذلك أنهم لما لم توافق قلوبهم ألسنتهم أو قلوبهم ألسنتهم. لأن القلب ده اللي هو الأساس. فالموافقة تعتبر من اللسان. القلب المفروض هو اللي يوافق اللسان مش اللسان اللي يوافق القلب. فيبقى نقولها كده إنه لما لم توافق قلوبهم ألسنتهم. يعني ألسنتهم قلوبهم لم ينتفعوا بما في ألسنتهم. كما قال تعالى ولهم عذاب ولهم إيه؟ عذاب أليم بما كانوا إيه؟ يكذبون أو يكذبون. زادهم مرضى وطلع على قلوبهم لأنهم في نفس الآية. لا ما فيش في طبع على مش هنا زيادة المرض والطبع على قلوبهم. ما هو دك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ذا الكفار خلاص قفل هذا. إنما هنا زادهم مرض. يعني في الآية اللي فيها الختم والطبع دي في حق الكفار الذين كفروا سواء عليه أنذرت أم تنذرهم لا يؤمنون. هذا إيه؟ ختم الله على قلوبهم. فالأول الآيات الأولى في حق المؤمنين والآيتين اللي بعدها في الحق وبعد الآيات دي كلها حوالي 10 آيات وكله في المنافقين. فالختم والطبع ده في الكافر. لسه المنافق ما وصلش للدرجة لربما إيه يتوب. وعلى عكسه المؤمن يزيد الله سبحانه على هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. شوف عرفنا انه ذا جزاء. لما اهتدى ربنا زاد هدى ولما نافق ربنا زاد نفاق. ده ماشي يعني كل المؤمن هؤلاء يعني اللي عاوز كده فيه واللي عاوز كده فيه. يلا الشيخ محمد. فكذلك الذي وقع الشك في قلبه والتحيل لا ينفعه ان يصمم بلسانه ويتابع. وليس مراده تفسير الايه بذلك كما فسر به المعتزله بناء على منهجه من ان الله لا يملك الشر. شوف يا اخي المعتزله ما فوتوش فرص ابدا. اول ما شافوا الايه راح ماسكين فيها بايديهم واسنانهم. قالوا بس في قلوبهم مرض. ربنا ما خلقهم ده هم اليوم. بناء على مذهبهم من أن الله لا يخلق الشر فأخرجوا الآية عن ظاهرها. ولا مانع عند أهل السنة من إبقائها على ظاهرها إذ هو الخالق للخير والشر. يعني عند أهل السنة ينسبون الشر إلى الله خلقا لا وصفا. أصل معتزلة ينزهون الله عن الشرور والقبائح. يقول لك إرادة القبائح قبيحة والله منزه فلا يريد الشر. لأنه لو أراد الشر لكان شريرا ولو أراد القبيح تنزه لكان كذا.
لكن أهل السنة ينسبونه على أنه خلق وليس على أنه وصف. لكن من باب التأدب لا ننسب الشر أو القبائح إليه سبحانه، بيدك الخير، مع أنه الله تعالى بيده كل شيء، الخير والشر والنفع والضر، بس لم نقل أو لم يقل بيده بيدك الخير والشر، مش كده؟ وكذلك مثلا في نسبة أو إسناد الحسنة تأدبا ما أصابك من شر، لكن اعتقادا فهو تعالى خالق الخير والشر. وإلا لو قلنا إنه تعالى زي ما يقول المعتزلة ليس خالقا للشر مع وقوع الشر ووجوده في العالم، لكان هذا معناه إثبات الشريك، إثبات إنه في يعني كيف يوجد الشر دون أن يخلقه الله، إذن فله خالق آخر. فهذا إيه يعني صحيح إنه لو قلنا الشر ليه هو أو نسبناه إليه يبقى فيه سوء أدب، بس إيه ما فيش كفر، إنما إذا نسبناه إلى غيره يبقى شرك، يبقى كده يعني قلة الأدب أخف من الشرك. كده واحد دعا بيقول يا رب إحنا عصيناك فاغفر لنا، فإن معصيتنا لم تبلغ إلى حد الجرأة عليك ولا الافتراء، يعني ما وصلناش للشرك ولا الافتراء، فعشان كده ربنا يغفرها لك. إنما كلام المعتزلة ده قلة أدب، جرأة، وقاحة، فما يغفرش ليهم. والله أعلم، والله أعلم. قول المرتاب تفسير لما قبله، قوله واللسان لذلك يا أخي جملة مستأنفة أتى بها جوابا عما يقال يمكن أن يقول للملكين أنا مؤمن مخالفا لما في قلبي، فكيف يقال إن هذا حلو عند موته؟ قوله أن يتشبع أن يملأ فمه أن ينطق ويتكلم، أن يتشبع يعني يتشدق يعني يملى فمه كده. قوله قال مش كده فين قال؟ قال ابن دهاق رحمه الله تعالى. الشرح قال ابن دهاق رحمه الله ورضي عنه في شرح ابن دهاق تقريبا مدفون كده انت رايح ناحية بعد بوابة المتولي كده في مسجد هناك، وليه اسم تاني ابن المرأة كده ابن دهاق، فليه في نفس الشارع كده في المكان. وذكرنا لما كان في حاشة الأمير تكلمنا على ترجمة هذا الرجل، بس ليست تحضرني الآن. حد عارف حاجة كان في حاشة الأمير؟ حد كان فاكر؟ كمل يا شيخ. ها؟ قلت لك الترجمة شرحناها ونسيناها. قال الشيخ رحمه الله لو عدنا تاني نجيبها لك في الدرس القادم. إن شاء الله المرة الجاية يبقى لك خلاص. واحد من ذلك. قال ابن دهاق رحمه الله ورضي عنه في شرح الإنشاد لما تكلم على حكمة الملكين في القبر وساق الحديث وفي آخره. قال ابن دهاق رحمه الله تعالى ورضي عنه في شرح الإرشاد، الإرشاد بتاع مين؟ إرشاد ابن الحرمين. لما تكلم على فتنة الملكين في القبر وساق الحديث وفي آخره، وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، يعني عند سؤال الملكين من ربك؟ لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقل كان، سمعت الناس يقولوا مثلا لا إله إلا الله وقلت لهم، فيقولان له اللي هم الملكان لا دريت ولا تليت، ويضربانه بالإيه؟ احنا شكلناك المقمع، مش بالمقمع
جمع مقامع بالمقمع من الحديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس. وفي حديث إلا الثقلين الجن والإنس. وفي الحديث المشتمل على عذاب القبر في وصف الملكين أنهما أسودان أزرقان ينحتان الأرض بأنيابهما ويطأان في شعورهما وأعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف. قال رحمه الله لومين ابن دهاء: وهذه الفتنة فتنة القبر لا ينجو منها من أخذ في دينه بالتقليد وترك النظر في أدلة الرسالة والتوحيد. يلا شكرا. قوله قال قال ابن دهاء إلى آخره دليل لما قبله وهو أن الإنسان في ذلك الموت لا يقدر لا يقدر أن ينطق بما ليس في القلب بخلافه في دار الدنيا. قوله في القبر أي الكاهنة فيه. قوله وساق الحديث المتعلق بذلك. قوله وفي آخره الواو من حال. قوله أو المرتاب أو لشك من الراوي. والمرتاب من لا جزم معه. قوله فقلت أي من غير معرفة. فيم فقلته سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني زي ما كان الناس يعني قلته من غير معرفة يعني تقليدا. يعني قوله لا دريت من الدراية بمعنى العلم أي لا علمت. وقوله لا تليت هي لا تلوت مش كده تليت تلا يتلو. ملينا جيبها ليه بالياء تلا يتلي فيه تلاوة ولا تليت. يبقى يمكن لما ندعو يعني مثلا يكون فيها يعني تهكم به يبقى نقول هالو تليت يعني كأنه تهكم. قياسه تلوت من تلا يتلو ابدلت الواو ياء اللي مشاك بس حلو هنا. يبقى الأصل هي لا دريت ولا تلوت فخلوا تلوت خلوها تليت عشان تمشي مع دريت مناسبة عشان المناسبة. لا دريت مش دروت لا دريت فعشان كده خلوا دي عشان يبقوا زي بعض عشان يبقوا زي بعض. شوف كده لما تمشي مع واحد خليك زيه أو خليه هو زيك بس يمشي مع الأصلح منكما. يعني إذا كان هو الوحش يبقى خليه زيك وإذا كان أنت الوحش يبقى خليك زيه وإذا كان أنتوا الاثنين وحشين خليكم زي واحد ثالث زي الشيخ راح فين البلور كده يلا ممكن يكون مش على المتقدم دريت لا ما عشان ده يبقى هذا هو الوجه ذاك استغربت انا بس ما اخذتش لبالي من انه المناسبه. انا حتى انا شفت في التجويد حاجه زي كده يقول لك الاظهار والادغام والاخفاء. الاقلاب ده خطا لانه هي القلب حتى الشاطبي قال وقلبهما ما فيش في اللغه اقلب حاجه اسمها اقلب قلب يقلب قلبا خطر بالي هذا. فقال لك جابوا عشان يبقوا زي بعض يعني مش دغم ادغام يبقى اقلاب اخفاء خفي لا عشان يبقوا كلهم زي بعض. فخلوا الرابعه اللي جات على دي خليها اقلاب عشان يبقى ادغام على وزن واحد يعني. زي الالف اللي بيجيبوها يقول لك الف الاطلاق زي كده. وقوم على صوره الانسان برضه ما تشابهش القران يا بني ادم ما في سلاسي سلاسل ان اعتدنا سلاسل حذف الالف إذا وقفت إن أعددنا الكافرين سلاسل وفيها وجهين لحفظكم ألف احذف من سلاسل في الدهر فيها وجهين سلاسل أنما أغلالا لازم وقف الوقف والأغلال أنما السلاسل هي اللي فيها. وقوله ولا تألف في أسوك كلام إن تلا يتبدلت الواضياء أن تشاهدت أي لا تدعت من يعلم. ويقال منه أن من قلد وتبع من يعلم نجا يعني يقول لك يعني الشيخ في الحاشية يقول لك يعني
إذا تبع من لا يعلم، أما إذا تبع من يعلم يعني قلد وتبع من يعلم نجا، فيعكر على مذهب المصنف من أن المقلد غير ناجٍ. قوله بالمقمع بكسر الميم الحديدة التي يضرب بها، يعني الحديدة اللي عم يلطشك بها دي تسمى ايه مقمع، عشان تعرف اسمها، عشان لما تضرب بها ما تقوليش اسمها ايه البتاع الأول. قوله إلا الثقلين، اشوف كده يعني يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا ايه إلا الثقلين. المراد بالثقلين هم ايه؟ الإنس والجن. خلاص الإنس والجن. ليسموا بالثقلين لأنهم أثقلوا بالتكاليف، أو لأنهم أثقلوا الأرض، متجلين الأرض، لما تخسف الأرض هتخسف بهم، وهم ثقل عليها، وأخرجت الأرض هي أثقالها. فأنت بل وامسيح ربنا حظك الأرض ثقيل، انت اثقل على الارض من الجبل، الجبل اخف منك واظرف منك واعقل منك. ولو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا، وانت مش بتخشع، يبقى مين احسن؟ الجبل افضل. ومن شيء الا يصدق ان يسجد له من والجبال وشك. يعني الجبل حاجه حلوه، لما انت طب الحجر كويس، إن من الحجارة لما يتفجر، إن منها لما يشقق فيخرج، وإن منها لما ولا حاجة فيك من الثلاثة كلها، لا عندك خشية ولا بتعبد ولا مش عارف أنت إيه، ما فيش تشبيه لك. يلا قوله لثقل الأرض بهما، يعني متجلينها الجن والإنس بدل من الثقلين. قوله وأما هما فلا يسمعان تلك الصيحة ولو سمعاها، يعني لهم من الجن والإنس، لكان إيمانهما بالمشاهدة. يعني الصيحة اللي هي بي من اللي بيصيح لو مين اللي بيضرب بالمضرب يصيح يصرخ صرخة. طب لو سمعها ايه الحكمة في عدم سماع الانسان يسمعها؟ حتى البهائم تسمعها تصرخ، عارف لما ينهق الحمار يبقى شاف مصيبة غيبية، والكلاب لم... انما لو سمعها الانس والجن حيؤمن انه في الحالة دي، بس مش حيبقى ايمان بالغيب، حيبقى ايمان بالمشاهدة بالمعاينة. في رواية كنت قرأت تقريبا ولو سمعها لصعق، يعني حق، يعني لو ربنا يريد ان نؤمن بالغيب، فلو ورانا الحاجات دي نؤمن بالمشاهده، يبقى ايه خلاص مشاهده، تكون ايمان بالمشاهده عن طريق خوف ورهبه من الانسان وليس عن طريق. نعم. ما انت ما بتجيش ليه من زمان؟ ها؟ قوله وفي الحديث خبر مقدم، وقوله انهما اسودان ما سيبينش حاجه ابدا، لا نحو ولا صرف ولا مسائل العلم، يخليك ايه تجمع حواشي، حته من هنا نحو، حته هنا فقه، حته مش عارف صرف، حته بلاغه، مجاز، مقدم ومؤخر، يعني ايه متكامل شويه. هتلاقي في طب فين؟ شوية كده هتلاقي. ماشي. قول. قوله في الحديث خبر مقدم، وقوله انهما اسودان ازرقان. مبتدأ مؤخر. قوله اسودان ازرقان اي انهما قام بهما سواد مشوب بزرقة، لانه كيف يبقى اسود وازرق؟ اسود بس ايه؟ مائل الى الزرقة. انما لو كان السواد مائل الى الخضره يبقى اسمه ايه؟ ادهم. لو كان يعني السواد اللي هو او الشيء الاخضر اللي هو شديد الخضره يميل الى السواد، هو ده الادهم. ولذلك قال تعالى مدهامتان، يعني سوداوتان قريب الى الايه؟ الى الخضره. لذلك الادهم يعني يقول لك فرس ادهم، ادهم معناه كده انه هو سواد قريب الى الخضره. والاسود الى اسمه
اسمه ايه ده ليه ما سماش اسمه قال ازرق عاوز يقول لك كيف اسود وكيف ازرق فيقول لك يعني اسودان يميلان الى الزرق زي مثلا قوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا كل ما ابص في واحد في الاجرام حتى الاجرام السياسي او الاجرام العسكري احاول اشوف فين الزرقه دي في عينه في شكله كده في مثلا طاقه كده بتطلع منه زرقاء يشوفوها كل شيء يراها الا الجن والانس حياتها بس نؤمن بالأحلى فيه فعلا زرقه قد يكون يوم القيامه دولان حقيقي ازرق وعشان كده انا ما ارضاش اجيب حاجه زرقاء يعني بخاف من الحكايه اجيبها مائله الى السواد عشان تشبه الملكين قول أو المراد أسودان من جهة الجسم أزرقان من جهة العقل شوف شوف ده بس ده بعيد ده يقول لك المراد أسودان من جهة الجسم أزرقان ممكن يبقى أسود وأزرق يعني عينه يبقى واحد عيونه زرقاء وفي عيونه خضراء مش كده شفت حد عيونه زرقاء شفته أجانب؟ لا أنا أتكلم هنا على فين؟ جاءتوا معاك المرة دي كان نشرح حاليا أنا من منصور يا سيدي أنا من منصور لا أنت مسكين عيون الصعيد أحسن منك لا أنا عندنا البنات لا حاجة تاني كلام هيا قول قوله ينحتان من أرض بأبيانهما ينحتان بكسر الحاء يحفران الأرض بأنيابهما فيدخلان القبر يمشيان يعني على شعورهما فهي لطولها نازلة على شعر طويل جدا تحت رجليه فيمشي عليه قوله كالبر أي الخاطف الذي يخطف الأبصار قوله القاصف الذي يقصف الجسم ويقطعه قوله هذه الفتنة مقول قول ابن دهاق السابق وأعاد قوله قال رحمه الله تأكيدا لطول الفصل بين القول والمقول يعني رجع ثاني قال رحمه الله طب ليه ما ترحم قبل كده قال لك يا أخي انت يعني عشان طول الفصل طول الفصل وما بينهما اعتراض يعني ما بين هذا وهذا اعتراض وقوله الفتنة المحتوية على لا أدري قوله أخذ أي تمسك أو رضي ليصح تعديته بالباء اللي هي إيه من أخذ في دينه بالتقليد يعني من تمسك أو رضي عشان يصح أنها تتعدى بالباء قوله في أداء الرسالة هي المعجزات وقوله التوحيد أي كون الله واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله والأدلة الدالة على ذلك هي المصنوعات ولذلك قيل النفاق إيه؟ نفاقان نفاق يعرفه صاحبه من نفسه وهو نفاق الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن في معناهم من الزنادقة ونفاق لا يعرفه صاحبه من نفسه وهو أن يولد الرجل أو المرأة بين أبوين مسلمين فيسمع قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول نحن ما سمع اتباعا وتقليدا لهم حتى لو تصور أن يولد بين النصارى لقال مثل أقوالهم اتباعا لهم وتقليدا في ذلك من غير أن ينظر في خلقه ومن أي شيء خلق وكيف انتقل من طور إلى طور ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من عرف نفسه عرف ربه وربما يمر بباله التفكر في خلق الله فيرده الشيطان من الإنس والجن فيقول له إن تفكرت فقد تشككت فيعرض أو فيعرض عن النظر إلى الموت يعني حتى يموت يبقى معرض في حالة إعراض فيعرض عن النظر إلى الإيه إلى الموت فإذا بلغت الروح الحلقوم أتاه الشيطان في ذلك المضيء حين لا فكرة ويشككه في دينه فيموت بشك والعياذ بالله من ضروب الشكوك فإذا كان في القبر ختم على الأفواه ونطق
بما عنده من غير زيادة ولا نقصان، فإن كان عارفا نطق بالحق، وإن كان شاكا غير عالم قال لا أدري. وكذلك كان يقول بقلبه في حياته لا أدري، وكان يطرقه الشك أحيانا فلا يبحث عليه ولا يداوى، فلا يبحث عليه ولا يداوي، يبحث فلا يبحث ولا يداوي سقام سريرته، فإذا مات لحقه الندم حين لا ينفعه، واعتذر إلى من لا يسمعه، وهلك والعياذ بالله من سخط الله. وقوله إلى قول ثابت بالأدلة يشير إلى معنى قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن دهاق ثاني ورحمه الله ثالثة، قال ابن دهاق رحمه الله لا معنى للتثبيت في الحياة إلا معرفة الحق ببرهان، والتثبيت في الآخرة يعني لا معنى للتثبيت في الحياة الدنيا إلا معرفة الحق ببرهان، والتثبيت في الآخرة لا معنى له إلا النطق على نحو ما كان يعرف، لأن العبد يبعث على نحو ما مات عليه. وقد قيل في معنى الآية غير هذا، والله الموفق نسأله سبحانه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينيلنا من مراتب أوليائي وأحبابي في حياتنا وبعد مماتنا المراتب الفاخرة. إلى هنا نتوقف، لكن هل لو في وقت نقرأ فين صفحة كام مش محمد؟ 80 ده يلا. قوله ولذلك أن تقدم من آية تقول به مرض ومن قوله وهذا المريض قلق إلى أخيه. قوله وهو نفاق الذين كانوا إلى أخيه، وهذا هو المشار إليه بالآية السابقة قوله من الزنادقة هم الذين يخفون الكفر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالمخفي أو فالمخفي للكفر يقال له هنا منافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزنديق في زمننا، يعني المنافق هو الزنديق، ولكن تسمية المنافق للي كان يخفي الكفر ويظهر الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زماننا لا نقول منافق وإنما نقول زنديق. قوله وهو أن يولد أي وهو ذو أن يولد. قوله نعم، لماذا نفرق نقول في كان إذا عاد النبي يقول على منافق النفاق في بعد ذلك يقول زنديق؟ عشان كلمة زنديق بين ما ظهرش في عصر ال ما ظهرش في عصر النبوة، دي كلمة مش عربية، كلمة فارسية ظهرت بعدين بعد الاختلاع. مين اللي قالها؟ قالها فين هنا؟ صفحة كام؟ خلاص سيبها دلوقتي، نكتش على ها سيبها بعد. يلا قوله الرجل أي كفر بالغ أم لا، قوله أو المرأة أي كنت صغيرة، قوله فيقول إلى آخره من غير تصميم. الشيخ محمد كويس بس مشكلة كل بط، لو انتظرنا عليك الملكين مش هيسيبونا. تصور بفتح التاء، تصور أي أمكن إمكانا وقوعيا. عندك أنا قرأت تصور، هو بيقول لك تصور. قوله أن يولد أي المولود بين المسلمين في خلقه ذاته المخلوقة وما احتوت عليه. قوله ومن أي شيء خلق وهو النطفة، فلينظر الإنسان مما خلق، ها فلينظر الإنسان مما خلق من ماء طور يعني حال. قوله ولذلك إلا لمحذوف تقدير ولو نظر لكان عارفا. قول من عرف نفسه أي عرف كونها حادثة مخلوقة من نطفة، أنه انتقل من طور إلى طور. قوله عرف ربه أي عرف كونه موجدا للعالم قديما، موجدا للعالم مش العالم القديم، يعني قديما ده صفة له، يعني أنه قديم وموجد للإيه للعالم. بباله أي ببال من ولد بين المسلمين. قوله التفكر أي الذي يصير به عارفا.
قوله المضيق المكان الضيق ويشككه الأولى حذف الواو، يعني يقول يشككه حين لا فكر، أي حين لا يمكنه الفكر لضيق الوقت. قوله فيموت، أي فيموت الكافر. قوله من ضروب الشكوك الإضافة بيانية وأل الجنس. قوله فإذا كان، أي المكلف من حيث هو، سواء كان عارفا أو مقلدا فهو أعم مما قبله، لا فهو أعم مما قبله لأنه في المقلد. وكان بمعنى إيه ثبت أو إيه أو حل. قوله ختم، ختم ولا ختم؟ ختم ختم على الأفواه. المراد بالختم عليها أنه لا ينطق إلا بما عنده، يعني بما في قلبه. قوله مش كده اليوم نختم على أفواه وتكلمنا إيه، يعني حينطق بالحقيقة. ونطق أي المكلف من حيث هو. قوله إن كان شاكا إلى آخره كالمقلد. قوله وكان أي حال حياته. قوله أحيانا أي في بعض الأحيان، وذلك حين عروض الشبهة له. قوله عليه أي عنه. سقام بفتح السين بجاية ساقام مش كده، ولا يداوي ساقام يعني مرض، لأنها سقام جمع مش كده، المفرد سقام أي مرض. وإضافته لسلت أي ما يسره هو الشك، إضافة بيانية. قوله واعتذر إلى من لا يسمعه، أي إلى من لا يجيبه وهم الملائكة. ويحتمل أن المعنى إلى من لا يسمعه سماعا نافعا. قوله يشير أي بقوله إلى قول ثابت بالأدلة، لكن مع مراعاة معناه، لأن قول المصنف إلى قول إلى آخره وحده من غير التفات لمعناه لا يشير لمعنى. قول المصنف وحده كده من غير التفات لا يشير إلى المعنى، ولذلك بيقول إلى قول ثابت بالأدلة لكن مع مراعاة معناه. أما ما عدم المراعاة القول وحده لا إيه لا يشير إلى شيء. يلا شوفوا قوله لا معنى للتكفير أي بالقول الثاني والكلام على حد مضاف أي متعلق التهديد الذي وصفة المولى، وذلك المتعلق هو التفهم إلا معرفة الحق. قوله إلا معرفة الحق أي إلا وجود القول المتعلق لمعرفة الحق ببرهان، يعني غير محتاج، غير محتاج إليه، لأن المعرفة هي يعني كلمة برهان مش محتاجينها. ليه؟ لماذا؟ لا، لأنه بيقول لك هنا إيه؟ إلا معرفة الحق ببرهان، مش محتاجين كلمة معرفة الحق هي نفسها إيه؟ يعني غير محتاج لكلمة، لأن المعرفة هي الاعتقاد الجازم الناشئ عند، يعني كان المفروض إلا معرفة الحق من غير ما يقول إيه ببرهان. قوله إلا النطق أي بأن يقول الله ربي ومحمد رسوله. قوله وفي الآخرة يعني في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا عند الموت يعني، وفي الآخرة يعني في القبر، يعني مش في الآخرة يعني في القيامة، في القبر يعني عند سؤال الملكين يعني. قوله ولا خلاص كده يبقى الدال ايه، هنبدا من اول صاد ان شاء الله. يبقى ان شاء الله تعالى. نعم عاوزين ما سمعنا انا وسام عاد ايه النفاق، نفاقان، نفاق يعرفه صاحبه من نفسه. خلاص ما فيش داعي إن شاء الله الأسبوع القادم كله أجازة خلاص، يعني ما فيش أحد، ما فيش أربعاء يوم وعدنا يوم الأحد، بس مش هذا أحد القادم لا والأربعاء القادم لا، يبقى الأحد اللي وراه إن شاء الله خلاص. اللهم هل بلغت أنا عيلة ثانية يا شيخ المرة الجاية عشان بس إيه خلاص، يعني بدأنا نقول نفاقان
مش هنخرج، خلينا بعيد عن النفاق من الجديد. اللهم صل على صلاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ربنا عن ذكره. اللهم صل افضل الصلاه محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك.